على يوم 30 يونيو ده استأذنني في الخروج، ويمكن ما كان معايا والله قريب أكثر من نص ساعة. خرج من المنزل بعد تناول وجبة الإفطار، ثاني بعد ذلك لا نعرف عنه شيئا. اتصلنا بتلفونه، التلفون بدي جرس لكن لم يرد علينا. بعد العشاء التلفون ذاته اتقفل، ثاني فقدنا به أي هنا لحد الصباح. عندنا وفاة كانت في الحلة، مشينا المقابر وجينا، لما جينا جاني ولدين شايلين لهم تلفون، قالوا لي في زول دايرك ضارب بتلفون ابنك. استقبلت المكالمة، قال لي لله ما أخذ ولله ما أعطى، ابنك ده لقيناه مقتول مضروب بطلق ناري في رقبته، وتجي بسرعة تستلم الجثمان. واستلمنا الجثمان، لقينا الحمد لله ناس المنطقة قاموا باللازم تماما، رفعوه في هم ثلاثة جثث، رفعوهم في عناقريب وغطوهم بملايات وردموهم بالثلج. واضح انه اصيب على حسب تقرير الطبيب تقريبا 3 طلقات على ما اعتقد، لكن اشهرين يا هل في الرقبه وفي اثار تعذيب على ما اعتقد، لانه نحن والله جسمان قدامك لا تستطيع ان تراه، لانه انت والد وده ولدك ما بتستطيع انك تركز، لكن تعرض لتعذيب كثير، حتى انه ما في اثار دماء على جسده. اعتقد انه توفى تحت التعذيب، لكن عليم الله سبحانه وتعالى. اتمنى ان يجد الظالم او القاتل الجزاء المناسب له.